أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية، نبدأها معكم من بنك السودان المركزي، حيث أعلن بنك السودان المركزي للمصارف عن تقديم طلبات عملائها من النقد الأجنبي في إطار سياسة استقرار سعر الصرف. وأبان البنك في تعميم صحفي استجابة البنك لكل الطلبات التي تقدمت بها المصارف في الزمن المحدد، وذلك بتخصيص النقد الأجنبي بالكامل لها. وسيستمر بنك السودان المركزي في استلام الطلبات من المصارف وتلبيتها دعما لاستقرار سوق النقد الأجنبي. أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور سلمى عبد الجبار أهمية دور المرأة وتأثيرها في المجتمع. جاء ذلك خلال ختام فعالية مؤتمر تمكين المرأة من أجل التنمية الذي أقامته منظمة بانتينيورو. وأكد الدكتور سلمى أن المجتمع يعي دور المرأة وما تقدمه من تأثير في المجتمع. وأكد الدكتور سلمى عبد الجبار أن المجتمع يعي دور المرأة وما تقدمه تجاه المجتمع، لذلك لا بد من الحفاظ على حقوقها باعتبارها المرأة هي المرتكز الأساسي للمجتمع. ويهدف المؤتمر إلى وضع رؤية جديدة تواكب قضايا المرأة وتحقق احتياجاتها. أن المشكلة التي تعاني منها المرأة هو أن المجتمع يعرف للمرأة دورها، ما إن يسأل المجتمع عن دور المرأة إلا ويأتي وهي المربية وهي السند وهي العضد وهي، ولكن لا يرافق هذا الاعتراف أي قوانين تدعم هذا الاعتراف، وما هو الحق الذي ينبغي على المجتمع أن يقدمه لها لغاء هذا الاعتراف بهذا الحق. فهذه من المشاكل الكبيرة جدا، أن المرأة كثيرا ما تقع ضحية بين اختلاف الخطاب واتحاد المراد. قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدني إن افتتاح معرض صنع في السودان يجيء في ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية تواجه البلاد. وأوضحت خلال حفل افتتاح المعرض بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بأرض المعارض ببري، أوضحت إن المعرض يهدف للترويج للمنتجات الوطنية وتخفيف الأعباء على المواطنين بتوفير السلع، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم، داعية إلى ضرورة الاهتمام بالمستثمر الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي. درجت وزارة الصناعة على إقامة معرض صنع في السودان سنويا بأرض المعارض ببري لتحقيق أهداف سامية، أهمها الترويج للصناعات الوطنية، تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين خاصة احتياجات شهر رمضان المعظم، تشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم بمشاركة الشركات داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخرى. وجه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وزارة التخطيط العمراني بالإسراع في النظر في القضايا العالقة، خاصة تلك المتعلقة بمعاملات المواطنين طرف الوزارة، لينال كل مواطن حقوقه وفقا للقوانين واللوائح. وأصدر الوالي خلال زيارته التفقدية عددا من القرارات والموجهات، أبرزها التصدي للمخالفات في المباني والتعدي على الأراضي الدولة والأراضي المتخصصة للمواطنين، على أن يتولى جهاز حماية الأراضي بعد إزالة التعديات. انطلقت بالخرطوم أعمال ورشة صياغة مقترح نص توحيد المبادرات الوطنية، والتي ينظمها المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتعاون مع مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري. وشارك في الورشة ممثلين لعشرين مبادرة وطنية من ضمن 24 مبادرة، وذلك بهدف دراسة هذه المبادرات والتوصل لنقاط ورؤى مشتركة لتوحيدها من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد ومعالجة الفراغ الدستوري فيما تبقى من الفترة الانتقالية. انعقدت اليوم الورشة الخاصة بتوحيد نصوص المبادرات
وبلورتها في نص واحد يمثل جميع المبادرات الوطنية المطروحة لتجاوز أزمة الراهن السوداني. وشارك في هذا الاجتماع ممثلين لعشرين مبادرة من ضمن 24 مبادرة قدمت لهم الدعوة. وهذا الاجتماع يأتي على خلفية اجتماع سابق قضى بتكوين لجنة فنية للنظر في محتوى المبادرات الوطنية المقدمة وتوحيدها في مبادرة واحدة شاملة تمثل الجميع. دعا المتحدثون في مبادرة الكيانات الثورية السودانية لوحدة الصف الوطني ولم الشمل لتجنيب البلاد المخاطر والعمل على الخروج البلاد من الضائقة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء تفكري للكيانات الثورية بالخرطوم بحضور عدد من ممثلي لجان وكيانات الثورة والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني من المركز والولايات. ودعا المشاركون في مبادرة لجان ولجان المقاومة مقاومة الأرياف للتعاون والتنسيق للمحافظة على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة. طالب اتحاد الغرف الصناعية خلال ورشة عمل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي بالبلاد بضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بالجبايات والضرائب، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار السياسي واستقرار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية. وأكد المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية بروفيسور أحمد عبيد إن الندوة ستخرج بعدد من التوصيات بغية صياغة مصفوفة تشمل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وقطاع الإنتاج. تحت شعار نحو مجتمع أفضل تحفه روح المحبة والسلام، احتفلت المبادرة المجتمعية والتنموية في السودان بختام برنامج الإسناد الأكاديمي بجامعة كسلة برعاية الشيخ الطيب الشيخ برير وبحضور ممثلي الحكومة بولاية كسلة. واستهدف برنامج الإسناد الأكاديمي 2000 طالب وطالبة بولاية كسلة، وذلك ضمن برامج المبادرة المجتمعية التنموية بالسودان لرفع قيمة التعليم باعتباره مقياسا للتحضر ونهضة الشعوب. احتفلت منظمة مأذن النسوية العالمية مكتب السودان بتوزيع السلة الرمضانية لأكثر من 2000 أسرة وكسوة العيد ل300 أسرة من أسر الأيتام. وأكد المدير التنفيذي للمنظمة رندا أحمد محمد إن المشروع يأتي ضمن برامج تخفيف العبء على الأسر الفقيرة والمحتاجة، مؤكدا استمرار في تنفيذ عدد من البرامج في دور الإيواء والسجون، داعية إلى ضرورة الاهتمام بالإنفاق على الأيتام والفقراء والمحتاجين خلال هذا الشهر العظيم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموقف انتهى، إلى اللقاء.